اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في بث مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء. نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير وتكونوا في احسن الاحوال. موضوعنا النقاش هو كيفاش ندوزو الويكاند ديالكم، واش في نظركم ان الكازاويين او البيضاويين غادي يقدروا يتحكموا في الوباء في الفتره ديال الحظر الصحي اللي كندوزو؟ مرحبا بتعليقاتكم، مرحبا بارائكم اللي كتبعونا، الله يتفاعلوا معنا في الكومنتير باش هكا نقدر نقرا كل كومنتير كيما بغيتو يوصل. مرحبا بكم ومرحبا بتعليقاتكم. موضوعنا للنقاش اليوم هو كيفاش ندوزو الويكاند، واش نظركم على الكازاويين غادي قدروا يتحكموا بالوضعية الوبائية؟ اللي كي كتشوفو الشوارع في مدينة الدار البيضاء خاوية، حنا في منطقة عين الشبع، قربوني من الجو في مديتكم، حنا باقا عندنا شوية ديال الضبابة ومحرك شوية البرد، مبقاش الحرارة اللي كانت. نتوما كيفاش ندوزو الويكاند؟ واش نظركم الكازاويين بهاد السلوكيات اللي كنشوفو ديال الالتزام وغير الالتزام؟ واش غنقدرو نسيطرو على الوضعية الوبائية؟ إذا مشاهدينا الكرام كما كتشوفوا الأجواء في مدينة الدار البيضاء خاوية، الطريق خاوية لأنه الويكاند بزاف ناس مخدمة اليوم. نتمنى إن شاء الله تكونوا على خير وبخير. حتى هنا مابقى لي غير نقول لكم اللايف ديالنا وصل النهاية ديالو، نضرب لكم واحد لايف آخر، تبقاو على خير.